كل الرياضات العدد الثاني لهذا الموسم. مرحبا بكم، مساء الخير أعزائنا الرياضيين إلى هذا العدد الجديد من الذي يختص بكل الرياضات سواء كانت وطنية أو دولية، يعتني كذلك بالمنتخبات الوطنية بالرياضيين الجزائريين خاصة المتأهلين والذين يشاركون من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، كذلك البطولات الوطنية التي انطلقت هذا الأسبوع بداية بكرة السلة والجولة الأولى للقسم الممتاز، إضافة إلى كأس الجزائر لكرة اليد وقضايا أخرى. مولودية الجزائر الذي لم يشارك لأول مرة ربما في البطولات الوطنية نظرا لمشاكل داخلية، إضافة إلى التتويج التاريخي لأولمبي عنابة بكأس الجزائر لكرة اليد ورياضات أخرى. ولهذا الغرض نتشرف باستضافة السيد رابح بوعريفي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة، مرحبا مرة أخرى في هذا البلاطو. شكرا على الاستضافة وإن شاء الله نكون نلبي دعوة الجمهور ديالنا. محمد معريش بشير، طبعا مدرب في ألعاب القوى بمولودية الجزائر. مساء الخير، نشكركم على هذه الضيافة، والمساء الخير لكل الجمهور الرياضي الجزائري والعارف بخبايا مولودية الجزائر. إن شاء الله نفيدوا إن شاء الله الجمهور وخاصة الرياضيين تاع مولودية الجزائر والمشاكل تاع المولودية إن شاء الله. ليلى أو وهبة بالحوة، تحية لليلى أبو فرحات وكل اللواتي لهن اسم ليلى. وهبة بالحوة العائدة من وهران التي علقتي والتي علقت على نهائي كأس الجزائر 2022-2023، هكذا ذكرت لي طبعا الموسم الماضي، وكان نهائي يعني عشناه بكل جوارحنا، كان ممتاز نتشرف بحضوري في هذه الحصة رفقة الضيوف. وضيفنا وهو محلل تلفزيون الجزائري يوسف تاجر، مرحبا. مرحبا توفيق، مساء الخير لكل المشاهدين. طبعا بداية هذا البرنامج نبدأه من تألق الجزائرية الجمبازية المتألقة الممتازة كيليان نمور التي هي نائبة بطلة العالم. طبعا نتائج طيبة لأول مرة وتتويج تاريخي للجمباز الجزائري وهيبة. قول هو تتويج تاريخي بالنسبة لمشاركة جزائرية على مستوى عالمي، لأنه أول مرة ليست هي المرة الأولى اللي شاركت فيها السيدات على المستوى العالمي، ولكن أول نتيجة بالنسبة للتتويج تتويج على المستوى العالمي بالنسبة لكيليان مور، وثاني مشاركة بالنسبة للجمباز النسوي في الألعاب الأولمبية بعد مشاركة فرح فدان في منافسة في ألعاب ريو دي جانيرو في 2016 الألعاب الأولمبية. يوسف، نتيجة طبعا تبقى للتاريخ للعرب وللأفارقة، لأول مرة يعني هذا الإنجاز يسجل على مستوى بطولة عالمية. كيليان نمور يعني حققت ما نقولش مفاجأة، ولكن إنجاز سيحفظ للجمباز الجزائري ومثل ما قلت للجمباز العربي الأفريقي، وأعتقد أنها قدمت أوراق اعتمادها لتكون إحدى المرشحات إن شاء الله للتتويج طبعا. خاصة إذا علمنا توفيق أنها هذه البطلة شاركت للمرة الثانية فقط هذا الموسم، يعني في مسابقة ثانية فقط هذا الموسم بعد مرحلة كأس العالم التي جرت في باريس في بيرسي بيومي 16 و17 سبتمبر الماضي. أعتقد أن لديها هامش من التطور مهم جدا، ما يسمح لها ربما إن شاء الله برفع الراية الجزائرية عاليا في أولمبياد باريس. اليوم أعتقد أن الجمباز الفرنسي راهو في حالة، يعني لأنه ما كان ينتظر هذه النتيجة بصراحة من طرف كيليان مور. طبعا وهبة أكيد أنك احتكيتي بها، سبق لك وأن قمت باستجوابها هنا بالجزائر. هي كانت أول مشاركة لها في البطولة العربية اللي كانت جرت بوهران في أكتوبر من السنة الماضية 2022. أول مشاركة ولكن لم تكن مشاركة رسمية، يعني ما كانتش عندها أوراق الاعتماد نقوله للمشاركة رسميا في منافسات جزائرية، ولكن منافسة إقليمية كان عندها الحق أنها تشارك، وكانت حصلت على الميدالية الذهبية في المسابقة العامة الفردية، وكانت حصلت على الميدالية الذهبية أيضا على جهازي خشبة التوازن عريض التوازن وكذلك العمودين غير المتوازين اللي هو اختصاصها. نقول بأن كيليان مور فقط بالنسبة لهذه النقطة، في هذه النقطة بالذات طلب تغيير جنسيتها، يعني تم يعني مراسلة من الاتحاد الجزائري للجمباز، راسل الاتحاد الدولي في شهر ماي قبل ذلك
نعود ربما للخلفية، هي كانت تمثل قطب الجمبازيات، يعني فتح الساقين عند هذا هو المشكل تاعها، ولكن هي الان لحد تقدر تعمل عليه، لانها نقول تقدمت على الامريكيتين جونز وبيلز ايضا، وتقدمت كذلك على البلجيكيات اللي عندهم مستوى عالمي على هذا، خاصه على هذا الجهاز. نقول كيليان مور كانت في البول، يعني كانت في القطب تاع التكوين تاع تحضير هذه المنافسات، هي تنتمي الى نادي افوان في بومون، في هو يبتعد عن العاصمه باريس بحوالي 400 كيلومتر في مدينه تور، وكانت تمثل يعني كان جزء من هذا القطب. كانت في عمرها تقريبا 16 سنه، كانت في عمرها 13 سنه كانت من احسن الجمبازيات في المسابقه العامه الفرديه. في عمرها 13 سنه كانت ايضا تمثل هذا النادي، وكانت تسيطر على البطولة الفرنسية. ثم لما كانت في الصنف بعد الصنف الوسطيات انتقلت إلى صنف الكبريات، تعرضت في 2021 في شهر ماي على ما يبدو، تعرضت إلى إصابة على مستوى، تعرضت إلى إصابة، كانت تعرضت إلى إصابة وهبة. عثرت وهبة. كل هذا ننتظره في البورتري التي ستعده السيدة يعني وهبة بالحوار. يعني ممكن فقط أن تخلي الاتحادية الفرنسية كان طلب من الطبيب اللي كان سمح لها بعد ما تقريبا وتوقفت مدة عام مع التأهيل، إعادة التأهيل، ولكن لم يسمح لها بالمشاركة مع المنتخب. هذا الشيء اللي خلاها بما أنها تحمل الجنسية الجزائرية فضلت أنها تقدم طلب للاتحادية، وفيه تصريح للبطلة العالمية باش تلتحق بالفريق الوطني، وكانت أول مسابقة رسمية لها مع الفريق الوطني في البطولة الإفريقية اللي جرت ببريتوريا في 2023 في شهر مايو. شكرا وهيبة على كل هذه المعلومات، طبعا تفيدنا وهيبة في البلاطو، شكرا لك. نروح نشوف كيليان ماذا يعني لها التتويج بميدالية عالمية كأول جزائرية، كذلك التنافس من أجل تشريف الجزائر يعتبر تحفيز ثاني لهذه الرياضية، وكذلك يبقى أقل من عام على الألعاب الأولمبية. كيف تحضر كيليان نمور لهذا الموعد الأولمبي؟ c'est hyper incroyable, je suis super fière d'avoir fait ça déjà pour l'Algérie et c'est vraiment un truc de fou. Bah oui, parce que toute l'Algérie elle me soutient et ça me fait hyper plaisir, donc ça me motive à chaque fois. Bah, je vais continuer à travailler sur les mouvements pour faire le mouvement parfait et les objectifs, c'est une médaille au jeu. يوسف، تصريحات طبعا من القلب من رياضية صغيرة السن تحب الجزائر لهذه الدرجة. طبعا هذا قبل وهيبة يعني أو تكملة لما قالته زميلة وهيبة، هي كان الاتحاد الجزائري طلب بعد يعني بعد اتصال من اللاعبة والدة اللاعبة لجل تغيير الجنسية، الاتحاد الجزائري قدم الطلب للاتحاد الدولي ورفقوا بالتوقيع تاع اللاعبة يعني نمور يعني كيليا. إذن هي كانت حابة تمثل الجزائر، واعتقد من تصريحاتها هي لديها الإرادة يعني التفاعل الكبير للجزائريين مع إنجازها في أنتوير يعني في بطولة العالم، أعطاها أعتقد أنه أعطاها أيضا دفعة معنوية كبيرة جدا. لهذا أقول أن ربما الأمال ستكون كبيرة يعني معلقة عليها، إن شاء الله تنجح في تسيير هذا الضغط، لأن تعرف أنت التحضير على هذا المستوى العالي أيضا يعني التحضير المعنوي لإعداد المعنوي مهم ومهم جدا. وأعتقد أن الاتحاد الجزائري للجمباز وحتى السلطات العمومية والممتلكة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية عازمين كل عزم على مرافقة هذه الرياضية وتوفير لها كل الظروف المناسبة. شيء مهم جدا ربح أبو عريفي طبعا هذا في الجمباز في كرة السلة، هل فيه لاعبين يعني الاتحادية تتصل بهم؟ والله هذا يدل أن هذا الإنجاز الكبير اللي حققته اللاعبة الجزائرية هذه الفرنسية الجزائرية هي جزائرية الآن جزائرية كانت جزائرية وفرنسية نعم هي الآن جزائرية، لكن اختارت الآن باش الجزائر عندها جنسيتين، ولكن هذا يدل أن فيه بعض اللاعبين الجزائريين والجزائريات موجودين في الخارج اللي ممكن يدعموا كل الفرق الوطنية.
لذا لابد ان نعطي لهم كل الدعم احنا ثاني كذلك، والاتحاديات كلها تحاول باش تزيد بدهم ليها باش يشاركوا في هذه المباراه. انتم شايفين ان كان عندنا مشكل مع لاعب في كره السله جاء الى المنتخب الوطني كره السله 3-3 وانضم الى المنتخب الاول، لكنه اختار فيما بعد. نعم، لكن ما فيش مشكل هاي الجزائري دج على كل حال. نعم، هذا نفس اين المشكل؟ هل المشكل يعني لم نرافقه ماديا، لم نرافقه معنويا، ولذلك تراجع عن اختيار الجزائر؟ لا لا لا، هو كان اختيار شخصي. نعم، هو كان عنده تأثير من طرف المدربين ديالو وذكرنا باللاعب ديالو ممكن أثروا عليه. اسم اللاعب اللي اختار الجزائر ثم والله احنا هذا اللاعب هذا عيب فيه هذا والله. انا شخصيا مازال نتابع فيه، لان طالما ما لعبش مع الفريق الفرنسي نعم في امكانيه العوده الى الجزائر، في امكانيه لانه جا شاف اللعب العربيه والبطوله الافريقيه كان موجود في الجزائر وحاسين انه حاب يرجع. نعم، ان شاء الله ان شاء الله يعود، لانه له امكانيات كبيره. شفنا في 3-3 بوهران في الالعاب البحر الابيض المتوسط ثم جاي للعب العربيه، ان شاء الله يعود الى النخبه الوطنيه. من كيليان مور الى العاب القوى وعوده المنتخب الوطني لالعاب القوى للتحضير، تحضيرا طبعا للالعاب الاولمبيه هذه المره بمركز تيكجده. يوسف بالطبع توفيق، طبعا قبل يعني يومين تقريبا عادت. نعم، على النخبة الوطنية للعب القوى للتحضير في تيكجدة، وهذا من أجل يعني المرحلة الأولى في التحضير. يعني تقريبا كل النخبة الوطنية يعني موجودة في تيكجدة الآن، من جمال سجاتي، سليمان مولا، عبد قواند، عبد النوز، يعني كلهم راهم موجودين في تيكجدة، الى جانب بعض الشباب ايضا. نعم، للتحضير حتى يكونوا خير خلف ان شاء الله خير سلف. ايضا الجديد في هذا انه فيه عداء تركي متواجد مع النخبة الوطنية، واعتقد ان فيه ربما خطه لدى الاتحاد الجزائري للعب القوى للتوقيع على اتفاقيه شراكه مع الاتحاد التركي من اجل اقامه تربصات مشتركه تفيد الطرفين بطبيعه الحال. هناك ايضا مانيش عارف فيه فيه يعني المتسابق القفز. طبعا اخترنا العنوان هنا عوده الى العمل الجدي بالنسبه للالعاب البحريه. طبعا العمل الجدي يبدا من الان طبعا، لان الموسم التحضير بدا يعني لا لا نتكلم على مرحله التحضير لاعداد للموسم الجديد. هذا هو الان هي المرحله الاولى. نعم، طبعا هي المرحله الاولى، ثم ممكن جدا النخبه الوطنيه تسافر او تواصل التحضير تاعها بفرنسا في قادم الايام يعني. نعم، هذا بالنسبة طبعا 3000 متر موانع، كذلك تريكي المتواجد هنا بالجزائر. سنتحدث عن تريكي، لكن قبل ذلك مولا وسجاتي الرياضيان الجزائريين المعول عليهم خاصة في 800 متر في ألعاب القوى بأولمبياد باريس. ليس فقط في 800 متر، ربما ممكن يكونوا حتى في سباق التتابع يعني 400 متر. أبا بشير، يعني في حدود كبيره اليوم للمنتخب الجزائري، وربما سيكون ذلك لاول مره يعني سباق او فريق التتابع 400 متر ليس فقط عند الرجال وانما حتى عند السيدات، لان اليوم فيه معلومات تقول لا او سعي الاتحاد الجزائري للعب قوى لاشراك ولتاهيل يعني فريقين للتتابع عند السيدات وعند الرجال. عند السيدات اليوم فيه بعض العداءات عند لديهن يعني توقيت رائع. اخي يوسف، لازم يكونوا في ال 16 الاولين طبعا حسب التوقيت المثل. لا لا طبعا هما عندهم الوقت يعني حتى نهايه شهر جوان 2024 طبعا ان شاء الله. لحد الان كاين قواند وسجادي وتريكي اللي محصلين على الحد الادنى. مولا وسجادي وتريكي اللي محصلين على الحد الادنى للالعاب الاولمبيه. نتكلموا على مشروع يعني المشروع ان شاء الله هي ما تكون سهله يعني في التتابع خاصه في الاينات يعني. انا نقدر نقول لك في الاينات تكون اصعب شويه، في الذكور يعني لازم يشاركوا تلت في العام واحد تلت سباقات. نعم، باش يكونوا مع ال 16 الاولين. هي فيه الالعاب الافريقيه بشير، هي فيه حدود الالعاب الافريقيه. لا انا جايك فيه الالعاب الافريقيه المنافسات الرسميه اضافه الى التجمعات، يعني كل شيء ممكن بالعمل وبالجد كل شيء ممكن. لازم لازم. نعم، نروح الى تريكي الان. يوسف، الصور لتريكي اذا امكن كاتيا. طبعا تريكي متواجد بقسنطينه هذه الايام طبعا، والجديد هو انه قرر تغيير المدرب. المدرب لماذا؟ والله ربما بشير على علم
شوف هي في الألعاب القوى يعني. هل السؤال الذي يطرح، هل تغيير المدرب في هذا الوقت يؤثر على الرياضي أم شيء آخر؟ أنا كمدرب مدة 6 شهور تتبدل يعني المدرب، تكون فيها يعني ريسك كما نقولوا، يعني تقدر يكون تقدر دير في غير صالح. هي ماهيش في وقتها يعني، نعم. 6 شهور قبل الألعاب الأولمبية، لأن المدرب عنده 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 خدمة يعني، كان مع المدرب يعرفه، هذا مدرب طالحي، نعم. اللي كان معه مدة، اللي كان في الصغير، نعم. اللي كان عنده مدة 15 سنة هو معه، ودرك تبدل هكذا مدرب ما يعرفوش، ما يعرفش الاختصاص تاعو في الجسم تاعو كيفاش واش خدم يعني، نعم. من في هاد الأعوام اللي فاتوا على هذه اللي بالك تكون ماهوش في 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 وقت عطينا صور تريكي، عطينا صور تريكي، عطينا صور تريكي صحيح، ولكن حتى التحضير، حتى التحضير الفني يعني، حتى التحضير الفني للست شهور مشهور، اعتقد اي مدرب ما راحش يجيب يعني الجديد حتى لو ابقى على المدرب، ولكن من الناحيه المعنويه ربما التغيير اللي قد يحصل من الناحيه المعنويه، اذا كانت فيه، اذا المدرب والعداء يعني والرياضي ما كانش فيه تواصل يعني، ما كانش فيه علاقه اصلا يعني، هات العلاقه وصلت الى حاله انسداد يعني، تقريبا الى لا عوده يعني، الى لا رجوع في الافضل في هذه الحاله. انا ما عنديش الاسباب الحقيقيه، ما باش نكونوا واضحين، ولكن اذا كان فيه مشكل يعني بين المدرب والرياضي، فاعتقد ان الافضل هو يعني كل واحد يختار الطريق نتاعو، لانه من الصعب المواصله للعمل يعني الطرفين مختلفين يعني، في اختلاف في وجهات النظر. اليوم تريكي يعني بصراحه، اليوم تريكي كنا نامل يعني من الاولمبياد يعني طوكيو 2021 كنا نامل في تطور، في يبقى دائما نفس النتيجه، خامس عالميا يعني، بالضبط هذا واش حبيت، لم يتطور في يعني، ما فيش تطور، بامكانه ان يكون من الابطال، ما فيش تطور يعني، من ناحيه ربما فيه عقده من ناحيه البسيكولوجيه، لا اعرف هذا العداء لديه امكانيات كبيره يعني بصراحه، عنده امكانيات وعنده عنده شخصيه وعنده حتى شخصيته يعني، حتى شخصيته عنده، ولكن ما تطورش يعني، بقى في نفس المستوى. هل الحل في المدرب الجديد؟ والله مادام هو اختار، اعتقد ربما انا نقول من الناحيه المعنويه ممكن يحرر الرياضي، من الناحيه، نعم. المعنويه، لانه نعم. من الناحيه الفنيه صعب يعني، يوسف نروحوا الى، لكن عنده رقم 17 34، رقم 43 رقم في طوكيو، رقم لا زاد عاود هذه السنه، ما عملش ماشي بعيد 35 دار 34 35 في الالعاب العربيه، نعم. رقم رقم تقدر تقول مليح في الـ حتى في الـ حتى في الـ لا اليوم كنشوف يعني. ارقام بقيه المنافسين يعني، كنشوف ارقام بقيه المنافسين ممكن حتى 17 يعني، على كل حال في بعض الاحيان يعني في المنافسات هذه يعني، في الالعاب الاولمبيه وفي البطولات العالم تقريبا يعني، ليس هو يعني ربما بعض الرياضيين ما يكونش عندهم نفس المستوى اللي كانوا معروفين عليه. يس نغلقوا تريكي، ننتظر منه ان شاء الله التحسين وتحسين المرتبه الخامسه، نعم باذن الله في المره القادمه، لما لا سيكون معنا هنا للحديث عن تغيير المدرب، سنحاول احد امال الرياضه ان شاء الله يعني، لكن صح. الامل الكبير في ميداليه اولمبيه مع من؟ إيمان خليف تقصد؟ إيمان خليف نعم، في الملاكمة ننتظر منها إن شاء الله، هي ستذهب إلى فرنسا لربما نعم للتحضير، وإن شاء الله تكون حاضرة في الأولمبياد في باريس، لأنه راهي رايحة لباريس وإن شاء الله تبقى من أجل الذهب. إحنا نتمنى تكون حاضرة في البوديوم توفي خلال أكيد لا الذهب الذهب طبيعة الحال يعني الذهب، طبعا هي راح تسافر يوم 17 إلى فرنسا لمواصلة برنامج، عندها برنامج تحضير خاص يعني مع فريقها الفني، ان شاء الله ان شاء الله يعني تطبق كل ما هو في البرنامج يعني، بخلاف ايمان خليف فيه زميلات تاعها وزملاء رايحين يدخلوا الاسبوع الجاي يعني، في يبداوا التحضير استعدادا للاستحقاقات القادمه، واعتقد حنا حتى اللي ما تاهلوش يعني الملاكمين الملاكمات عندهم فرصه باش ربما لكسب تاشير تاهل في دورتين مؤهلتين في إيطاليا وتايلاند، إن شاء الله كل الإمكانيات توضع تحت تصرف هؤلاء الملاكمين، ولما لا عدد آخر إن شاء الله يلتحق بالخمسة الذين ضمنوا التأهل إلى الأولمبياد، وعلى رأسهم إيمان خليف التي ننتظر منها الكثير والكثير.
إن شاء الله نغلق ملف الأولمبياد والرياضيين الذين يحضرون إلى الأولمبياد، لكن تحضيرات المنتخبات الوطنية متواصلة. المنتخب الجزائري دخل سيدخل في تربص اليوم ندوة صحفية للنخب الوطني لكرة القدم جبل بالماضي بمركز سيدي موسى، طبعا تحضيرا للمباراة الودية الأولى أمام الرأس الأخضر الخميس القادم، وتتلوها مباراة أخرى أمام المنتخب المصري القوية بالإمارات العربية المتحدة يوم 16 من هذا الشهر. طبعا هذا تحضيرا كله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكوت ديفوار 2024، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026، ماذا قال عن القائمة التي استدعاها المدرب جمال بلماضي؟ في القائمة الحالية المعنية بتاريخ الفيفا الحالي نجد مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم التواجد في العديد من تواريخ الفيفا السابقة، فمنطقيا هذه المجموعة ستكون معنية بالمشاركة في كأس إفريقيا المقبلة. لكننا سنواصل العمل، سنواصل تحسين المردود، خاصة وأننا على بعد شهر واحد من أول مبارتين لتصفيات كأس العالم، وحينها سنكون بشكل أكثر في حيز العمل الجاد وبشكل أقل في حيز التجربة من خلال إشراك العديد من اللاعبين واللعب بتشكيلات مغايرة. هذا ما سيكون عليه الحال خلال موعد شهر أكتوبر الجاري. Donc voilà, 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 voilà comment cette date du mois d'octobre va être établie. وعن المباراة المهمة أمام المنتخب المصري التي تعتبر معيار للتحضيرات لهذه المواعيد، يقول المدرب الوطني جمال بلماضي. Jouer contre l'Égypte, c'est toujours des matchs référence. On a toujours une opposition en plus de. اللعب أمام مصر دائما ما يكون معيارا. هي مواجهة حقيقية. بالإضافة إلى الجودة الفردية والجماعية لهؤلاء اللاعبين الذين ينشطون في بطولات كبرى ومتعودون ولديهم الخبرة في لعب المنافسات الكبرى. لقد لعبوا نهائي كأس إفريقيا الأخيرة. مصر دائما حاضرة في المواعيد الكبرى. أقصيت بصعوبة بركلات الترجيح في تصفيات كأس العالم أمام السنغال، وبالتالي ينتظرنا منافس كبير، ولكننا فزنا 3 مرات على السنغال، لعبنا 3 مرات أمام نيجيريا، لعبنا 3 مرات أمام تونس، 3 مرات أمام مالي، إذا لعبنا أمام 10 الكبار والحمد لله فزنا عليهم جميعا. الحمد لله باتوا على كل فوا كازيمون طول الموند. طبعا إلى كرة اليد، والموعد كان نهائي كأس الجزائر 2022-2023 بالقاعة الجميلة ميلود هدفي بوهران. التتويج كان تاريخي لأولمبي عنابة، وبعد شوطين إضافيين أمام نادي الأبيار. طبعا الصور إذا أمكن مع فرحة اللاعبين بالتتويج، هذا التتويج التاريخي. الفريق اللي يرفع ايضا كاس الجمهوريه للموسم 2022-2023. هنيئا لفريق اتحاد اولمبيك مدينه عنابه على هذا التتويج، هنيئا ايضا لطاقم التدريب، وهنيئا ايضا لفريق اتحاد مدينه او نادي الابيض لكره اليد الذي قام بمجهودات جبارة أيضا في هذا النهائي. شكرا إذا لفريق الأبيار، وشكرا أيضا لفريق اتحاد مدينة عنابة على هذا.
طبعا هشام بودرالي المدرب مدرب أولمبي عنابة يتوج بكأس الجمهورية تاريخي بعدما توج مع المنتخب الوطني في آخر مرة 2014 بكأس الأمم الأفريقية وهيبة. طبعا مباراة كانت قوية بين فريقين، عنابة بدأها ثم التعادل ثم انتهى اللقاء بالتعادل 26-26 ثم شوطين إضافيين لينتهي اللقاء بفارق 4 أهداف. كان ماراطوني يعني. طبعا عشت هذا اللقاء. عشت نقولك بكل جوارحي، عندي بزاف ما علقتش على مباريات كرة اليد، ولكن الشيء اللي يعني اللي ميز هذا النهائي هو انه كان عرف الاثاره منذ البدايه، يعني كانت السيطره منذ البدايه كما قلت لفريق عنابه. كان فارق 3 إصابات، ثم في بعض اللحظات كان وصل إلى إصابتين ثم إصابة واحدة ثم التعادل ثم التعادل مرة أخرى، ثم عاد إلى الفارق الأول هو 3 إصابات اللي كان فاز به في الوقت الإضافي الثاني. الشيء اللي يميز هذا النهائي هو أن وجه الاختلاف بين الفريقين هو أن فريق عنابة أتى من بعيد، نقول فاز على فرق قوية على عين توتا، يعني فاز على بطل الموسم الماضي. والشيء اللي يميز ايضا هذا النهائي هو انه تنقل فريق عنابه كان لمده 14 ساعه عن طريق الحافله من عنابه الى وهران، يعني من الشرق من اقصى الشرق الى الغرب، يعني ما عندوش امكانيات كبيره، عنده فقط شركه وطنيه فقط هي اللي تمول الفريق، هي شركه اسبيدال، ولكن هذا لا يكفي. هذا النتيجه نقول هذا انجاز لانه تحدى كل الظروف، تحدى كل الصعوبات، ولكن هذا ما ينقص من العمل اللي قام به نادي الأبيار أيضا، وأيضا طاقم تدريب نادي الأبيار وكذلك طاقم الإداري اللي كان وصل هذا الفريق إلى النهائي. يعني الفريق كان المباراة كانت متكافئة، وما شفناش عندنا بزاف ما شفناش نهائي، لما كانت فريق نفتح قوس لما كان فريق المجمع البترولي ومولودية الجزائر سابقا كان يخلينا نعيش مثل هذه المباريات. فريق مولودية الجزائر لليوم هو غايب قبل أسبوع انطلاق البطولة، غايب عن المنافسة، عندنا مصير يعني مجهول بالنسبة لفريق مولودية الجزائر. هل سيشارك أم لا بعد كرة السلة؟ طبعا أولمبيك عنابة يعني خلف مولودية الجزائر الموسم الماضي كأس الجمهورية، تقريبا كأس الجمهورية، ولكن نتمنى أنه فريق مولودية الجزائر لأنه راح يكون الغائب الأكبر اللي هو خزان للفريق الوطني، ممول للفريق الوطني والفريق اللي عنده أكثر تتويجات، نتمنى أن هذا الفريق يجد يعني العناية خاصة من الشريك الممول هو شركة سوناتراك، لمازال ما قدمتش الموافقة تاعها، هل سيدعم هذا الفريق، سيما وأن هذا الفريق يعني يتدرب بطاقم تدريب دراوسي هو المدرب فريق محمد صغير زين الدين وكذلك الحارس السابق للفريق الوطني هلال اللي هما من المدرسة أبناء الفريق الفريق وكذلك أبناء نصر حسين داي في السابق. نتمنى أن هذا الطاقم التدريب والطاقم الإداري يجد أذن صاغية سنتحدث عن المولودية وعفروا عن المولودية مع سي بشير المتواجد هنا في البلاطو. وهيبة سؤال، وش اللي بقى راسخ في ذهنك من مباراة أمس؟ يعني الشيء نقوله بكل صراحة أيضا هو أن المباراة جرت في قاعة، نقول قاعة من مستوى جميلة جدا عالمي، نعم. قاعة راقية جرت فيها الألعاب البحر الأبيض المتوسط، البطولة العربية، نهائيات كذلك في مختلف الرياضات، في الجمباز، في الكاراتي، ولكن في كرة اليد نشوف وكأن الاتحادية ما هيش في مستوى هذه القاعة. لماذا؟ لأن عشنا في نهاية يعني أثناء توزيع الميداليات والكأس كانت تقريبا فوضى فوق الميدان، نعم. كانت فوضى عارمة فوق الميدان، ممكن إذا كانت الصور حاضرة كانت فوضى في تسليم الكأس، وكذلك حتى بداية اللقاء متأخر، حتى من حيث المعلومات ما كانش عندنا معلومات، كانوا كرموا لاعبات قادمات في فريق الوطني من وهران بروتوكوليا خطأ اكتشفنا كل ذلك فوق الميدان في بين الشوطين، كانوا كرموا فريق أقل من 18 سنة وفريق من 18 سنة اللي كانوا 16 سنة عند السيدات و 18 سنة عند الذكور، اللي كانوا من برج بوعرج وسعيدة اللي كانوا فازوا بكأس الوطنية، كان كل شيء كنا اكتشفناه فوق الميدان، يعني حتى كنهائي احنا كصحفيين كنا نتمنى يكون عندنا يعني ان بريس بوك
كيما يكون فيه كل المعلومات، ماشي انا في النهائي يطلبوا مني قلنا خذوا صوروا تشكيله الفريقين بالهاتف، لا انا تعطيني كل المعلومات لاني انا نعلق على المباراه. هذا الشيء يعني ادنى شيء لازم يطلبوا الصحفي يكون عنده لتوفر له كل الظروف لاجراء نهائي. لماذا؟ لان احنا كصحفيين نقدموا المعلومات للمتفرج، لو كان ما تكونش عندنا المعلومات انا نكتشف المعلومه اكتشف في فوق وهبة. كما قلت لك فوق الميدان واش احنا نقدم وهبة من اجل يعني الاستمرار حتى يكفينا الوقت. نروح الى مشكل من مشاكل فرق جزائريه، مولودية سعيد هذا الفريق المدرسه الذي يعاني في صمت، لم يشارك او لونجاجمون تاع الفريق الانخراط، نعم لم يدفع حقوق الانخراط، وكذلك لا يتدرب لاعبوه لا يتدربون. نروح نشوف هذا التقرير الذي أعدته الزميلة سارة من سعيدة ثم نعود. لاعب محترف بنادي مولودية السعيدة متكون حاليا، هذا الفريق ولسنوات خرج على يده لاعبين محترفين، تأسس سنة 1958 تحصل على عدة بطولات منها بطولتين جزائريتين. وصلت ديت افضل حارس في البطوله الوطنيه الاخيره في وهران، نافسنا في لا كوب دالجيري يو 19، وصلنا كارد فينال، تحضيرات بسيطه جدا، ما لي بالون ما عندناش. راه عندنا دروك ازمه تاع هجره تاع لاعبين اللي كانوا معنا العام اللي فات اللي هما الاساس تاع الفريق تاع هذا العام، بداوا يطالبوا بورقه التسريح تاعهم، والاداره ما عندها ما دير خاطرش عندهم عروض مغريه وعروض اللي نجموا يخدموا بها، خاش كاين عندنا لاعبين اللي عندهم عائلات يخدموا على عائلات وراهم بطالين. هذا الفريق المناضل يحاول بكل جهد الحفاظ على مركزه ضمن الفرق الوطنية المحترفة، كونه مدرسة مكونة للاعبين المحترفين في كرة اليد. في السنتين الماضيين والفريق يعني اللاعبين تاعه من سعيدة حابين يلعبوا في سعيدة، للأسف إمكانيات ما كانش ويتقاضى ورواتب يعني ماهاش حاجة كبيرة، للأسف هذا الرواتب ما وجدناهاش. نحن كذلك من هذا المنبر نود أن نعيد الكرة ثانية وأن نعيد الأمجاد الماضية كي نتمكن كذلك من سحب الكؤوس والبطولات إن شاء الله. مدرسة مولودية سعيدة مدرسة على مر التاريخ كتقدم في لاعبي المنتخبات الوطنية من الأصغر للأكابر، كنا نتابعوا منهجية علمية في تكوين اللاعبين اللي كتخلي اللاعبين تاعنا متمكنين من الناحية الفنية والناحية التكتيكية، وهذا الشيء اللي ساعدهم باش يكونوا في المنتخبات الوطنية ويقدموا أداء عالي. فريق عريق مناضل يبحث عن الحرفية، هدفه الاستمرار والتقدم نحو حصد المزيد من البطولات والإنجازات. طبعا من إنجازات الفريق يوسف 2016 كان صاحب كأس الجمهورية فريق مولودية سعيدة، هذا الفريق الذي كون العديد من اللاعبين يتواجدون في الفرق الأبيار في المولودية وفي الفرق الأخرى وهم خارج الوطن كذلك، حتى في الفريق الوطني المنتخب الوطني يعني، هو فريق يعني مدرسة في الحقيقة يعني. نتأسف كثير لوضعيته الحالية، وهي على كل حال تتشابه مع الكثير من وضعيات الفرق الأخرى يعني على مستوى كرة اليد. اليوم ضيعنا يعني كرة اليد ولا كرة سلة ولا يعني للأسف يعني الكثير من النوادي اختفت بسبب المشاكل، أو هي بصدد الاختفاء بسبب المشاكل الإدارية، المشاكل المالية أو الهيكلية. نتمنى هذا هو على الأقل، هذا أضعف الإيمان كما يقولون، نتمنى أن وضعية مولودية سعيدة يعاد النظر فيها من قبل المسؤولين المحليين على الأقل للسماح لهذا الفريق بالمنافسة، يعني يخلوه يعاود باش يعطوله يعني الإمكانيات حتى يسجل يعني يشارك يعني يدفع حقوق الانخراط بما يسمح له بالمشاركة. نعم. وبعدين إن شاء الله لما لا تكون حلول مستدامة لحتى يعني يستعيد هذا الفريق مكانته. ونتمنى من السلطات المحلية التحرك من أجل مساعدة هذا الفريق محليا، ثم نذهب إلى لما تساعد الفريق حتساعد الشباب أكيد.
طبعا من كرة اليد إلى كرة السلة، حيث انطلق طبعا قبل اتحاد الجزائر الذي يلعب في هذه اللحظات مباراة الدور ثمنها في كأس العرب، حيث تأهل من هذه الدورة في الدور الأول في المرتبة الثانية أمام اتحاد السكندري. هذا الفريق اتحاد الجزائر في ثاني مشاركة له عربية بعد المشاركة في الثمانينات سنة 1986 على ما أذكر. نتائج طيبة رابح. نعم نتائج طيبة. والله بالنسبة للفريق تاع اتحاد الجزائر هي نظن منذ سنوات هذه المرة الأولى وين فريق شاب خاد أولا بطولة الجزائر بالسنة الماضية. نعم. وتأهل بكل جدارة باش يشارك في البطولة العربية. كانت في السابق عندنا خاصة وداد بوفريق ومولودية الجزائر جي اس بي اللي كانوا يشاركوا، ولكن نظن أن الفريق الشاب هذا ممكن في المستقبل يعطينا نتائج اللي راح تشجع كرة السلة الجزائرية على المستوى الجهوي. نعم. اللي ما لا بالنسبة في إفريقيا. نعم. لأن فيه البال باش يشاركوا، وكما كنتوا تتكلموا في السابق على كرة اليد نتكلم معكم اليوم عندنا كذلك في كرة السلة فريق صعيدة اللي راح ممكن للزوال. ينسحب. نعم. الزوال كان الفريق هذا ما عنده حتى إمكانيات والسلطات المحلية ما تعطي له الإعانة ما فيه شيء. إذن إن شاء الله احنا بالمشاركة تاع اتحاد الجزائر هذا ممكن راح تشجع الفرق الأخرى باش شارك. فريق شباب الدار البيضاء دار حقوق الانخراط موش لأنه شارك في اللقاء من اتحاد البوليدة. لا فريق شباب الدار البيضاء هو انخرط، ولكن عندنا مشكل واحد الآن هو مولودية الجزائر كما تكلمت الأخت. مولودية الجزائر ما لا خبر له. نعم قبل مولودية الجزائر نروح نشوفوا المباراة، ربما مباراة المتيجة طبعا في البطولة الوطنية الجولة الأولى. كان الموعد مع لقاءات طبعا تأجيل لقاء البطل اتحاد الجزائر بالصعد الجديد جمعية أم البواقي، فيما وداد بوفريك واجه الجار فريق ولاد الشبل، هذا الفريق الصاعد الذي صعد إلى القسم الممتاز هذا الموسم وفاز عليه بفارق شاسع وكبير. تقول طبعا لبنى برويس. نادي وداد بوفريك ومولودية ولاد الشبل يفتتحان موسم البطولة الوطنية للقسم الممتاز لكرة السلة. قاعة بوفريك كانت مسرحا لهذه المواجهة التي جمعت بين ناد لطالما حقق الألقاب وبين صاعد جديد يريد إثبات نفسه هذا الموسم. اللقاء كان قويا ومشوقا، أظهر فيه أصحاب الأرض عنادا كبيرا واستعدادا من كافة الجوانب تحت قيادة المدرب سفيان بولاية الذي كان أحد المفاتيح الرئيسية في التحكم في المباراة، ما جعل نادي بوفريك يسجل العديد من الرميات في الشباك. في الجهة المقابلة عانى الضيوف من الضغوطات التي كان يفرضها الخصم، إذ حاولوا العودة في النتيجة لكن دون جدوى، لينتهي الربع الأول بنتيجة 19 مقابل 7 نقاط. الربع الثاني حاول الزوار تقليص النتيجة، لكن لاعبي نادي بوفريك كانت لهم السيطرة وتمكنوا من تعميق الفارق إلى 26 نقطة. وبعد حسمهم النصف الأول بنتيجة 45-19 لم ينجح ولاد الشبل في التركيز على المرتدات الدفاعية وأضاعوا فرصا عديدة، ليتراجع أداؤهم في الربع الثالث مقابل تألق في الجهة المقابلة، ويتمكن بعدها سريعا من حسم الربع الرابع لتنتهي المواجهة بنتيجة 95-52 نقطة، ويتمكن نادي بوفريك من حصد أولى النقاط هذا الموسم. مباراة مرينا بفترات لا بأس بها وفترات نقدر نقول ضعيفة جدا بالنسبة لفريق كما وداد بوفريك. شيء هذا كان منتظر لأنه رانا في مرحلة التحضير ولاعبين ما زال ما لحقوا اللياقة تاعهم 100%، سواء اللياقة يعني البدنية ولا حتى يعني اللياقة من الجانب التكتيكي الجماعي. كانت المباراة صعيبة شوية من ناحية دفاعية ولا الهجومية، نعرفوا بلي فريق بوفريك فريق قوي، فريق يلعب على الألقاب، فريق يلعب على المراكز الأولى في البطولة،
بيان سور البروجي تاعنا سي البقاء في هذه المجموعه. طبعا بداية قوية لوداد بوفريك الذي توج بكأس الجمهورية الموسم الماضي أمام نادي جسر قسنطين الذي يتألق في السنوات الأخيرة، هو كذلك فاز بلقاء أمام شباب بني صاف. الغريب في الأمر في أول مباراة لهذا الموسم مولودية الجزائر الذي غاب عن لقائه أمام اتحاد سطيف، هذا الفريق الذي تنقل من سطيف إلى العاصمة إلى قاعة حضرة، لكن القاعة كانت مغلقة حيث الفريق المحلي مولودية الجزائر لم يشارك في تاريخية، يعني هي الأولى بالنسبة لهذا الفريق. نروح نسمع أولا لمدرب اتحاد سطيف ماذا يقول عن غياب المولودية. شيء مؤسف جدا انك ديبلاسي من سطيف حتى لهنا الجزائر العاصمة ونديو فورفي ضد فريق يعني احنا نعتبروه فريق رمز مولودية الجزائر. دونك انني خايف اليوم مولودية الجزائر غدوة شكون واش من فريق راح يزيد يمد فورفي. دونك هذا انا نقول السلطات يعني السلطات يهتموا شويه بهذه الرياضات هذه اللي راهي صايره في طريق الانقراض يعني راح تنقرض. احنا نمد توجور ليكزامبل بال في الكره السله بال جنوب السودان، جنوب السودان يعني دولة فتية راهم في الشامبيونا دو موند تاع الباسكيت، والجزائر رانا في ذيل الترابيزيب هنا في القارة تاعنا برك يعني. دونك نظن باللي سي يعني سي ايرجون باش السلطات تاعنا تاخذ بعين الاعتبار هذه الرياضات هذه ويدعموهم يعني يدعموا هذه الرياضات باش يعني ما نزيدوش نشوفوا هاد الحوايج هذو مولوديه تمد فورفي يعني مي سي با بوسيبل يعني شوف مي اكتوبر ولي زيكيب يسون ماهمش واجدين هذه وكل من مكان سياسه واضحه يعني باش نهضروا صح يعني المشكل كبير بزاف هو اعمق من الدراهم واعمق من لي مويان مكان سياسه رياضيه في الجزائر لحد الان مكان سياسه رياضيه اسكو حنا رانا دي زيكيب بروفيسيونيل اسكو دي زيكيب اماتور. انا نظن باللي الدوله لازم تتولى لازم الدوله تتدخل وفي اسرع الوقت باش تشوفي هذه الرياضات هذه. بشير كلام في الصميم يعني لخص كل شيء كلام في الصميم. وكما قالت الأخت وهيبة يعني احنا في المولودية نقول لك مشكل عميق جدا. أنا تمنيت وكان كان الرئيس الهاوي تاعنا سي تركي يتكلم على هذا الماتش هذا اللي راح فورفي. بشير استوقفك الآن، كلمته في العديد من المرات ولكنه لم يرد، كنت أود أن يكون في البلاطو حاضر للإجابة عن تساؤلات الشارع الرياضي خاصة أنصار المولودية وفي كل الفروع، لأن كل الفروع فريق كرة اليد رايح يبدأ المشاركة في البطولة الأسبوع القادم، هل سيشارك أم لا؟ لا نعرف. ما يشاركوش لأن شوف المشكل أين المشكل بالتحديد؟ المشكل يحبوا السلطة يعني بكل شفافية باش نكونوا صراحة. كي الرئيس كي المكتب تاعو، لأن عندنا مشكل سوناطراك قالت لك لازم الرئيس والمكتب تاعو يروحوا من الفريق، هذا هو المشكل. احنا في الألعاب القوى الرياضيين الآن على 6 شهور اللي احنا كيما الفريق تاعنا كيما لا ديسيبلين تاعنا تاع الاتليتيزم ألعاب القوى عندنا زوج ما تنساش الشيخ توفيق اللي هو مولا وتريكي خامس في العالم ومتأهلين للألعاب الأولمبية هادو في الفريق في ألعاب القوة معانا في زيد على ذلك مرسلي ومخلوفي هما أولاد المولودية اللي جابوا ميداليات في المولودية الآن رانا رايحين نخبطوا في حيط وخبطنا في حيط الرياضيين راهم في الشارع. أنت كتقني بشير يعني المشاكل هذه الإدارية المشاكل المالية تؤثر على العمل الفني أكيد تؤثر على الرياضي تؤثر على المدرب تؤثر على المحيط. أخ توفيق الرياضيين ما همش يدربوا، احنا في الألعاب القوة عندنا رياضيين كامل من خارج الجزائر الآن راهم يدربوا بلا مدربين ويحوسوا كيفاش
باش يخلصوا يعني العام تاعهم ما عطاو لهمش حتى الخلاص تاعهم عام وهما هكذاك من 22 من 22 والان نقول لك الرياضيين راهم بلا تدريب حاجه لي انا يعني ما نتصورهاش. المولوديه عندنا 75% نعم الرياضيين تاع الاب القوه تاع الرياضيين في الفريق الوطني نعم. في المنتخب الان كيفاش رايحين يحضروا هذو الرياضيين صح. هو يعني الضمير تاعو كرئيس كيفاش راه يخمم انت يعني تشوف باللي البارح كره السله راحوا فورفي رايحين يزيدوا الاسبوع الجاي الكره اليد ماهمش رايحين يشاركوا العاب القوى الرياضيين ماهمش يدربوا الكره الطائره في شهر نوفمبر يعني كيفاش يعني وزيد يدير لاسومبلي جينيرال تاعو كانت مقرره البارحه ولا اليوم 26 نعم. وحنا خلاص رانا الموسم الجاي ما صبناش كيفاش رايحين نعملوا انا نخمم بشير انا عندي فقط بسرعه هكذا يعني لو كان يروح رئيس النادي الهوي المشاكل تحل تاع المولوديه هما راهم يقولوا هكذا يروح الرئيس المشكل اعمق تحل. لكن المشكل كان المدير العام اللي سبق حكار هو اللي كان يعني غالق كل حتى الرياضيين وقفوا داروا وقفة احتجاجية في سلطراك داروا في دالي إبراهيم عند سيد الرئيس لكن حسب الاتفاقية أنه المولودية والفروع الأخرى لها مبلغ معين لا احنا ما نحوسوش انا مانيش اداري انا نحوس لا الرياضة. لا لما بشير حتى نعطيه كل واحد حقه يعني سوناطراك فيه اتفاقيه في النادي الهوي للمولوديه في اتفاقيه لاستغلال استخدام الالوان يعني بين الشركه الرياضيه يعني مثل النادي المحترف حتى من جلب المالي والنادي الهوي بمقابل مالي حتى التمويل نعم حتى التمويل فيه مبلغ معين ما يكفيش هذا نعم لا يكفي المشكل هنا نعم المشكل كاع يعني كاين 16 فرق نعم واحنا حتى الكره القدم راهم الفروع كم هي ديونها كم هي ديون نادي مولوديه الجزائر من فيها حتى بالك 50 مليار لا 28 مليار بالضبط توفيق كاين الرواتب تاع الرياضيين منذ المدربين والفنيين يعني منذ سبتمبر 2022 حتى اليوم هكذا باش شوف الاخ توفيق وكما تدخل السلطات العليا فورا باش يحلوا هذا المشكل الرياضه الجزائريه راحت تاخذ يعني كما يقول منحنى اخر يوسف فيه لجنه لمتابعه والمحاسبه لمده شهرين وهي في النادي هل فيه نتائج هل فيه خرجت ثغرات ما نعرفوش التفاصيل احنا ولكن ما دام يعني المشكل مازال قائم اذا نعم. فيه اشكال نعم. اليوم كما قال لك بشير لازم اشكال يعني باش تحلوا لازم قرارات فوريه وعاجله جدا نعم ربح فريق مولودية الجزائر انسحب من المنافسة كرة السلة الدار البيضاء ربما لن يشارك لأنه لا يتدرب أصلا ما عندوش صالة فاش يتدرب لأنه الصالة فيها إصلاحات فرق أخرى تعاني طبعا صيغة منافسة جديدة هذا الموسم ألا يمكن هذا أن يؤثر على عمل الاتحادية على الأندية التي تعاني؟ والله احنا التأثير مش فقط على الأندية احنا نتكلموا كذلك على الفرق الوطنية لأن عندك كما يكون يقول بشير عندك لاعبين كلهم يلعبوا في فريق ممكن يكون مولودية الجزائر ومعظمهم يلعبوا كلهم في الفريق الوطني لو ما تدربوش مع الفريق ديالهم مستحيل يكون احنا لحد الآن الفريق الوطني سحبنا اللاعبين تاع مولودية الجزائر لانهم ما يدربوش سبعه لاعبين او ثمانيه لاعبين راحوا للفرق الاخرى راح ونظن ان لو استمر الامر بهذه الطريقه نظن ان كل لاعبين سواء كره سله كره اليد كره الطائره ممكن حتى كره الرياضات الاخرى راحين يروحوا يدعموا فرق اخرى ونظن ولو وصلنا للدرجه هذه وما فيش تدخل من طرف سلطات ممكن اللاعبين هادو حتى كيدعموا الفرق الاخرى ممكن هادوك هما اللي راحين يرجعوا للفريق الوطني ولكن احنا بالنسبه لمولوديه الجزائر كنا بتذكروا انتم منذ سنتين او ثلاثه كان عندنا مشكل معاهم بالنسبه لي لما رجع باسم المولوديه بعد ما كانت المجموعه بيترو رجع ولكن احنا درنا دعمناهم باش رجعوا وما كناش ننتظروا المشكل هذا يصير الان انا كانوا يتكلموا معايا اللاعبين ويقولوا لي عندنا عقود في العقود موجود فيها مبالغ
وفيها وعود باللي راحين يدفعوا لهم الاشياء ديالهم المستحقات، ولكن لحد الان قال لك ما فيهاش. اذا فيه ممكن نقول لك احنا في كل صلاه سبعه او سته او سبعه لاعبين راهم راحين يمضوا ديجا في الانديه الاخرى ما بالنسبه للمستحقات ديالهم هذا مشكل بين النادي واللاعب، ممكن تتدخل المحكمة الرياضية للحقوق لحل المشكل هذا. ولكن حتى احنا كاتحادية ما نجموش نقبلوا، ظل كل الاتحاديات ما نجموش نقبلوا باش لاعبين ما يدربوش في الفرق ديالهم والفريق ما يعطي لهمش تصريح باش يروحوا يمضيوا في اخر، لان فيه قانون. نعم. لابد باش تروح تلعب في فريق اخر لابد تصريح من نادي. احنا كذلك هذه الاشياء لابد نفكروا فيها، ونظن ان الوزاره كذلك عندها دور تلعبوا في هذا الميدان، وان شاء الله احنا نتمنوا باش الفريق هذا يكمل المشوار ديالو. طبعا صيغه المنافسه جديده رابح. والله هي صيغه على المنافسه، اولا بودي نشكر الفرق اللي صعدت في القسم الوطني الاول اللي هي بلاد الشبل وام البواقي. نعم مش هادو. نعم في القسم الوطني القسم الاول نعم اللي كاين فيه تلمسان مسيله جسر قسنطينه وكذلك حاسي مسعود اللي صعدوا في القسم الوطني الاول، وعندنا في القسم الممتاز عندنا واد الشبل وام البواقي وكذلك ام البواقي. نعم. واد الشبل اللي لعبوا ضد بوفاريك، ما تنساوش باللي هما كلهم في الحقيقه لاعبين كانوا منبثقين من وداد بوفاريك كانوا يضربوا تم، وهذه المره الاولى اللي شاركوا في القسم الممتاز. ماهوش دربي لان المستوى مختلف. لا لكنه دربي لانه فرق متقاربه بنفس المنطقه. نظن ان هالفرق، والله انا نقول لك واحد من الوزراء كلمني واحد الخطره كنت ندافع على الفرق هذه، فرق عريقه، وقال لي واحد الكلام، قال لي لابد تنسى الفرق هذه اللي تقول لي عريقه. نعم لابد نروح للقدام. سنتحدث عن هذه المواضيع لانه الوقت دهمنا. وهبا نكملوا معك لانه فيه حدث ربما افريقي بالنسبه للجنبا بالنسبه للمسيفه. لا كاين كاين عالمي. نعم بطوله يعني كاس العالم. كاس العالم. نعم. راح كاس العالم راح تكون في الايام القادمه في نهايه من 9 الى 12 نوفمبر في القاعه البيضاويه هي كاس العالم لسيف الحسام. حتى الان 34 دوله اكدت مشاركتها بما يمثل بما يعني اكثر من 450 مبارز ومبارزه يعني في الجنسين اكابر يعني بطوله العالم. احنا متعودين لا كوب دو مود يعني كاس العالم لسيف الحسام وحظ موفق للجزائر، حظ موفق للرياضيين الجزائريين وهيبه اللي في هذه المشاركه العالميه. الوقت انتهى. شكرا لك يا رب أبو عريفي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة، بشير ألعاب القوى بمولودية الجزائر معروف على الساحة الوطنية، وهبة بالحوا في مواعيد أخرى بإذن الله، يوسف تازير. نلتقي أعزائنا الرياضيين الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.